خلال شهر رمضان المبارك هناك كثير من النشاطات الدينية، ومنها نرى مؤسسة حاج يحيى الخيري الذي يقومون بإعداد هذه الدورات السباقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم، ونرى العدد المشاركين فيها في هذه المؤسسة وهذه الدورات التي ينظموها سنويا، ونرى الأساتذة العلماء الدين الكبار ومنهم دكتور بشير حداد برغم أنه مشغول بوظيفته كنائب رئيس البرلمان في بغداد إلا أنه لم يترك هذه الوظيفة وأدى واهتم. فهذه ظاهرة وهذه الموقف الحقيقي للمسلمين في أربيل المتمسكين بشعائر الإسلام ومناسيب والمناسبات الخاصة بالدين الإسلامي، وخصوصا خلال شهر رمضان نرى أربيل تتحول إلى مدينة تتحرك فيه حتى إلى منتصف الليل، هناك نشاطات في مجالات مختلفة حتى الأسواق تنفتح، وهناك كأنها مهرجان خاص في كل الأماكن وأزقات وشوارع أربيل. فهذه المناسبات الدينية ظاهرة اعتيادية في أربيل وتهتم بها حكومة إقليم كردستان على مستويات مختلفة بتنشيط هذه الفعاليات الدينية. الرحمن الرحيم، مناسبة مباركة في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر نزول القرآن. في شهر القرآن تكون هناك مهرجانات لحفظ ولقراءة القرآن الكريم في عموم محافظات القطر وبخاصة في محافظة الأربيل. مؤسسة الحاج يحيى الخيرية تقوم سنويا بتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات من محافظات أقليم كردستان. في هذه السنة جرت المسابقة العاشرة للسنة العاشرة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث شارك في هذه المسابقة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة في ثلاث مستويات، مستوى 10 أجزاء و20 جزءاً و30 جزءاً حفظ القرآن كاملاً، وكان هناك أوائل في كل المستويات. وإقامة مثل هذه المهرجانات مثل هذه المسابقات في محافظات أقليم كردستان بخاصة في محافظة أربيل دليل على الاستقرار وعلى الأمن الموجود في هذه المحافظة وعلى الحياة الطبيعية في هذه المحافظة. فالناس مشغولون بحياتهم الطبيعية وبالأجواء الروحية في هذه الليالي المباركة. من ضمن هذه الأجواء الروحية هي إقامة مثل هذه المسابقات، ونحن مع انشغالنا كثير بواجباتنا ولكن نحرص دائما على الوجود وعلى المشاركة في هذه المسابقات تيمنا وتبركا بما فيها من النفحات والبركات. إن هذا القرآن لا يهدي، القرآن عملا ومضمونا لصالح وتحسين الأخلاق الإنسان. وبهذا قبل 10 سنوات قامت مؤسسة حاج يحيى الخيرية بتعليم للحافظين القرآن وكذلك مؤسسة لتعليم القرآن، وكل سنة في رمضان مبارك يصير مسابقة للذين يأخذون الأوائل من الحافظين 10 أجزاء و20 جزء و30 جزء الأول والثاني والثالث، ويكون تقليد متعارف عليه، وهاي تقليد قد سارت عليه آباؤنا وأجدادنا ونحن نجددها تجديدا كاملا وبصورة عصرية. وإن شاء الله يكون هذا القرآن يهدي الناس وأنه للهدى، ونريد أن يكون القرآن هو الفاصل بين الأخلاق وبين ما يعمله الإنسان مما يهدي به الله ويرضي الله ولا.